بعد ما قلنا رأي المجري هنتكلم عن نجمنا النهاردة في حلقة الليلة. مين المجري؟ نجمنا هو نجم كبير قوي على المستوى الفني والأداء واللعب، مفيش بعد كده، صال وجال ويعني وعمل حاجات يعني لعيب سوبر ستارز، وكان بيزعل الأهلوية والزملكاوية. لاعب يتمتع برشاقة، عارفين اللاعب لما بيبقى زي الغزال كده في الملعب، برشاقة كبيرة جدا، وكان بيشبهوه بالغزال. شفت الغزال لما بتجري بتتحرك وليها انسيابية وليها منظر عام جميل، اللاعب بتاعنا ده أو النجم بتاعنا ده بنفس السمة. بصمته في عالم الكرة المستديرة حدث ولا حرج. هو طبعا من حي شعبي وما فيش مشكلة فيه، والحي ده كان مليان بالنجوم ومعروف من حي بولاء اللي كان عايش فيه وانضم لنادي الترسانة، يمكن تعرفته جزء بسيط منه، وصنع اسم كبير مع عظماء الكرة في مصر. عظماء الكرة في مصر أحيانا الناس بتقول لك إيه ده الأهلي والزمالك بس، لا ده عظماء الكرة في الأهلي والزمالك والإسماعيلي والترسانة والأولمبي والاتحاد وكل والمقاولين العرب وكل أندية مصر. هو صنع نفسه ومع نادي الترسانة وقدر إن يفرض اسمه على الكرة المصرية. طبعا لو اتكلمت عليه عنده حاجات كثيرة جدا، عمل ثنائي مع نجم من النجوم موجود معاه في الفرقة، وكانوا من أفضل الدويتو اللي كانوا موجودين على الساحة الرياضية. صال وجال على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. يمكن في الفترة الأخيرة بالذات هو كان قليل قوي عن الظهور على الساحة الرياضية. الحاجة الغريبة في نجمنا ده لما باجي أتكلم معاه وبقول له أنت أهلاوي ولا زملكاوي، كان رده بسيط جدا، بيقول لي أنا راجل بحب مصر، بحب نادية، النادي اللي أنا بلعب فيه لا يقل عن الأهلي وعن الزمالك، عشان كده ما بانش هو أهلاوي ولا زملكاوي، بس قال لك أنا بميل للنادي الأهلي. قلت له طب هعديها إنك بتميل للنادي الأهلي، قلت له ده أنت ما بتلعب قدام النادي الأهلي بتمسك النادي الأهلي، مش بتكسر النادي الأهلي وبتجنن لجماهير النادي الأهلي. طبعا ده حقك لأن أنت لعيب ولاعب كبير قوي ولاعب ما حصلش، بتلعب مباراة الزمالك بتنزل متدلع شوية وأكن مالكش نفس، معرفش إيه السبب، لكن هنعرف منك السبب في حلقة الليلة من المجري. مرة وإحنا قاعدين بنتكلم معاه بقول له مين من اللعيبة اللي كانت موجودة معاك في الترسانة يعني تستحق انها تبقى ليها مكانه اكتر من كده كمان. قال لي خلي الكلام ده كله في الحلقه، وفي نفس الوقت هو حقق بطوله الدوري العام سنه 62 مع نادي الترسانه، وحقق كاس مصر مرتين، مره 65 ومره 67. لعب في منتخب مصر، ولعب في منتخب مصر وفرض نفسه على الكوره المصريه، وخاصه كان في دوره طوكيو الاولمبيه، وترك علامة مهمة جدا في عالم كرة القدم في الأولمبياد. سجل 8 أهداف منهم 6 أهداف في مباراة اليابان. الله، 6 أهداف في مباراة واحدة، يعني ده راجل قلب العالم كله، وفي نفس الوقت حقق المركز الرابع في الدورة الأولمبية. ولعيب أولمبي، عارفين يعني لعيب أولمبي احنا بنحس بيها لما بنسافر بره، لعيب أولمبي ده حاجة فوق الوصف. لما سجل 8 أهداف في أولمبي الجيم سنة 64 في طوكيو، منهم 6 أهداف في كوريا وهدفين في مباراة تانيين، وبيشهد ليه التاريخ والعالم كله كتب عليه واسم مصر لعلع على الساحة الرياضية، وده لاعب واحد بس زي نجمنا محمد صلاح ما بيشرف الكرة المصرية وبيشرف كل الدنيا كلها بتتكلم على محمد صلاح. هو صديق للكابتن صالح سليم والكابتن طارق والكابتن عبد الوهاب، كان قريب منهم قوي وحبيب الشيخ طه قوي، ومعظم جلساته او قعداته كانت في النادي الاهلي الفترات الاخيره، وبالاخص مع الكابتن مروان كنفاني اللي هو الصديق الحميم بتاعه. نجمنا طبعا حقق انجازات وحقق تاريخ لنفسه ولناديه، ويعني عندي كلام كتير جدا عاوز افتكر، ولما بنساله مره بقول له يا كابتن طب انت ليه ما لعبتش في الاهلي او في الزمالك؟ قال لي بص الكره دي كل شيء بيبقى نصيب، وانا الحمد لله راضي بان انا لعبت في نادي الترسانه، ولو كنت لعبت في الاهلي والزمالك ما كنتش هحقق اللي انا حققته في نادي الترسانه. لعب
ويعني لحد هو كان زعلان بعض الشيء كده من حاجات ان الدوله ما كرمتوش، ودي عندك حق فيها. لكن انا بقول لك احنا من خلال قناتنا قناه النادي الاهلي احنا بنكرمك، ويكفي ان جماهير الكره المصريه فاكراك لحد دلوقتي يا نجمنا. وان شاء الرحمن ان شاء الرحمن ربنا يقدرنا ونقدر نعمل حاجه نسعدك بيها ونسعد جماهير الكره المصريه، ونقول للشباب احنا عندنا لاعب اسطوري بحجم الكابتن مصطفى رياض، عمل تويدو مع كابتن الشاذلي، لعيب استطاع ان يفرض نفسه ويكتب اسمه بحروف من ذهب على الساحه الرياضيه المصريه.